يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون. كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. نجد أنه رئيس الحكومة الحالي هو السبب الرئيسي، وعلى ضوء ذلك فإنني أطالب تحويله للنيابة العامة. نواجه اليوم أيتها الأخوات والإخوة حكومة منفلتة من عقال الحكمة والمنطق، وقد أوغلت بسياساتها الحمقاء في تعذيب الأردنيين وأذاقتهم الوبال، وقد نزعت عن الحكم جانب الرحمة واللين. فسمحنا لهذه الحكومة أن تتغول علينا من خلال جزرة التعيينات والمشاريع والعطاءات الجانبية، فلا تتوقعوا أن نرد الموازنة يا سادة يا كرام. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين. ممكن تحترموا الحديث اللي بيدور يا أخوان؟ ممكن تساعدونا بإدارة الجلسة إذا تكرمتوا؟ ترفع كما هي برفع الأيدي. موافقة. شكرا لكم ويعطيكم العافية. كلكم فيكم حاجات بيضة من جوا. من يوم ما اشتغلت بهالمجال وأنا قابضها جد، وحارق دمي وسام بدني وشال السلم بالعرض وشاد على أباطي، حتى أباطي صمتن قد ما يشاد عليهن. بعدين لقيت إنه الحياة سهلة كثير، يعني ناس ولا فارقة مع اللي مزطها إشي. بتلاقيك خايف على البلد وبدك يصير أحسن بلد، وبتقول للشوفير صلح صلح يا كبير، والباقيين من اللي قاعدين بالكراسي القدمانية بس بيسحجوا عشان يغطوا على صوت الطقطقة اللي بالماتور. طبعا مشان شو كل هالتسحيج؟ مشان يدبر له 4 أو 5 أولاد برئاسة الوزراء بالديوان بالأماكن المرتبة، ويأمن له تقاعد محترم وقصر ومزرعة وسلامتك. بالنسبة له هذا هو الوطن. أما هذاك الوطن اللي من العقبة للرمثة من الغور لرويشد ما لهوش بيه، تعدل ولا الله عمره لا تعدل. أصعب إشي يوم يكون في مريض عيونه بنقرة، يعني طازة ووجه أصفر وبقح من خاصرته وبعطس من مش عارف وين، وفيه وشنيط لا يحكي ولا ينهض حاله مستوي. بيجي واحد يقول له ولا ترد على الدكاترة، هذول خريطة، انت حصان وضعك لوز، هاك لك سيجارة يا زلمة وروق. عاد المسكين لا وضعه لا لوز ولا بطاطا. الوطن زي هيك بده ناس تصارحه من شو بشكي وتعطيه علاج مشان يتشافى ويتعافى ويرجع لمنا حواليه، مش ناس تستنى فيه تايكوت وهي تضحك عليه. سأعزف على قيثارة أخرى. أبو الوسطات أقعد محلك بلا تسمع كمان كلمة. المسرحية الأخيرة تبعت الموازنة قد ما فيها كوميديا وضحك على حالنا وأحوالنا، والله بتمنى تنحط بأرشيف التلفزيون الرسمي وتنبث يوم الثلج وبراس السنة وأول يوم وثاني يوم العيد، لأن عن جد بتفرطن الضحك. يعني والله خواصر تبجدن. والله قد ما ضحكت يا جماعة، بتعرفوا أنه طلع لي كيس شعر صغير عند إصبع رجلي؟ يعني لا عادل إمام ولا اللمبي ولا سمعة ولا سعيد صالح ولا نوفل محمود بقدراتهم، إيه والله عندهم خف الدم بتخرفن. والله كمان بحب انصح DVD حمودة اللي بوسط البلد انه ينسخ من هالمسرحية، قصدي من هالمناقشة، ويخليها عنده غد بيجوا المغتربين بالصيف بدهم اي شيء يشيلوه بالغربة. يعني جماعة ملوا العلم نور وحارت ابو عواد والان فهمتكم مواطن حسب الطلب، خليهم ياخذوا مناقشات الموازنة، والله غير كيفه ويدعوا لك. اطبع لك 10,000 20,000 نسخة يا اخي، والله لا يروح مثل جعت العيد. ارجوك الى الصوري لانه هاي موازنة وطن، موازنة وطن هاي. قال هاي موازنة وطن، ارجوك الى تصوري، ارجوك الى تصوري. طيب يا حجي، يعني شو علاقة التصوير بموازنة الوطن؟ يعني عدم مؤاخذة. مجلس الصحة العالي موافقة. القانون بمجمله برفع الايدي موافقة الاغلبية. يا اخوان احنا بالدار يوم بدنا نصوت على طبخة يوم الجمعة بتاخذ لها القصة ربع ساعة وحننفكر ونتحذر ونرضون. انتو يم على السريع موافقة 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 موافقة، يعني عدم المؤاخذة. ليش انتو مستعجلين؟ حاول تعدهم، بلشي في واحد منهم من غير سائية من غير سائية مش موافقة. اعتبارا من اليوم لن اسكت ولن امرق اي طعن. مرق يمرق مروقا فهو مارق، لا هيك بصير بعيد معناها. ما علينا ما علينا، المهم انه التمريق يا اخوان، التمريق عمل وطني حقيقي، حتى انه انا بنصح انهم يغيروا شرطة المرور ويسموهم شرطة المروق،
والإشارات اللي بالشوارع ممنوع المرور يصير اسمه ممنوع المروق كمان. أستاذ أستاذ يعني هاي مرقة يعني دخلك من أفعال المضارعة ولا من أفعال المصارعة؟ يلا بنمرق لك إياها هالمرة. وعلى طاري أفعال المضارعة حتى المعلمين الحمد لله كان لهم حضور على لسان بعض النواب. أطالب الحكومة بما يخص المعلم وهذا موضوع مهم جدا. عفي سعادتك عفي والله بستاهلوا المعلمين حرام بتعبوا جماعة بتعبوا. طلبوا غلاءة التعليم. نعم غلاءة التعليم شو هاي؟ علاوة التعليم اللي هي الطبشورة والبالغة 50%. بنتمنى ان الحكومة تنفذ هذا المطلب. آه ان شاء الله يا سيدي ان شاء الله عين خير عين خير. ما هي صايرة شركة سياحة وسفر 50% بدك يا زلمة مجلس النواب يعطوه 50%. يوم التصويت فجأة سبحان الله سبحان الله من حال لبالهن بتعطلن أجهزة التصويت الإلكتروني يم يعني قبل التصويت بشوي بتعطلن كلهن فجأة صابتن سكتة قلبية أو نزلت برد رشحة عطسن كلهن مع بعض يزم عدن بعضهن يعني كيف كيف مرة واحد سكتن يعني صار نقحن أجهزة التصويت وصوتن مطبق. طب اشمعنى غلايات القهوة شغالة كويس وسخانات الشاي شغالة كويس ونشافات التواليت شغالة كويس وسحابات السيوة شغالة كويس؟ ليش عند قضاء حوائجكم عدم المؤاخذة يعني يعني بيزبط الوضع وعند قضاء حاجة الوطن تخرب؟ ليش ليش؟ كمان مش عيب انه في قمة وصول العالم للتكنولوجيا وانتقال العالم من الحكومات الالكترونية للحكومات الذكية وصارت تتجدد كل معاملاتها واجراءاتها على الاجهزة الذكية واحنا بعدها بتتعطل عندنا اجهزة التصويت الالكتروني؟ كما مش مليح بحق الرئيس يعني اللي كان يتفاخر انه عندنا 100 خدمة الكترونية تقدمها الحكومة الالكترونية طز طاخ ولا انه اجهزة التصويت اللي بدها تبصم له على حجيه خربانة؟ انتو شايفينها حلوة؟ والله ما هي حلوة. اذا المدارس الخاصة بالكي جي 1 وبالابتدائي صاروا يصوتوا على التابلت وانتو لسه بتصوتوا بالاصابع يعني بلا قافية؟ كمان انتو لويش طايرين هالقد على التصويت؟ يعني تقول واحد لحكم عصاه؟ اي انا لو بدي اشتري بنطلون بدي افاصل صاحب المحل شوي بدي انشف ريقه شوي مليح لا مش مليح ضيق لا قصير من تحت حجوله اعراض الفرج ضيق شوي نقص لي ليره ليرتين يا زلمه مشان الله بتمحن لي عليه يعني باكل قلبه باكل قلبه للزلمه شوي مشان انا ما مشتري مشتري بس بدي ادوخه. انتو كمان يعني تمحنوا على الحكومه شوي ماطلوا فاصلوا سووا يعني مشان تحصلوا احسن اشي للوطن. ما انتو بالاخر معطيين معطيين احنا عارفين بس يعني مش كل صياحكو هذا اللي بتصيحوه اللي وصل للسوق المركزي تبع الخضرة وانتو تقولوا لعيون الوطن. طيب لعيون الوطن اسأل الحكومة كيف جابت لنا 25 مليارين. لعيون الوطن حاكموا اللي سرقوا الوطن وعيونه. لعيون الوطن احموا مستقبل البلد بكرة. لعيون الوطن دشركم من هالهلو والألو والهاي لأنه بكرة قدام ربنا فيش ألو. لعيون الوطن يوم تكونوا بصفه مش ضده. عيون الوطن غالي كثير ولازم تكونوا قدها يوم تحجوها. ودخل اللي ربع دخله مع دخلي ما استوى دخلك واللي دخله عالي شو سوا مسكين يا الوطن من وراهم أكل.